نقول لك شتي قصتنا حنايا او هاد العائله هي للعبره ماشي للفرجه. عندك جوج انواع ديال النساء، هاد الراجل سي محمد دا جوج انواع ديال النساء، دا واحد النوع بدون اخلاق بدون تربيه بدون احترام، ما عندوش حدود في تصرفاته لتفكيره غير همجي. وكاين النوع الثاني واحد الانسانه متخلقه مربيه عندها حدود كدير حدود لنفسها محترمه نفسها، داكشي اللي خلى راجلها يحترمها. انا كنحترم نفسي قبل ما نحترمه هو، ما كنديرش تصرفات لا اخلاقيه مع رجال اخرين، او لا انني نخلي واحد العلاقه بيني وبين راجل غريب نهائيا غير مسموح بتاتا. مرضت بيا لهالدرجه سريعات بعتني للصالون تجسس عليا. انا ما نتبع بنادم لا للصالون ولا ما ندير له سحور، ما نتبعو للصالون، ما نقلقش راسي انا من اجل شي واحد ما كيهمنيش، شي واحد تافه بالنسبه ليا. بنادم واخا نشوفه قدامي هكا ما نهزش حتى عيني نشوف فيه، عيني نزوم نشوف فيه، فبالاحرى نمشي نتبع واحد الانسان لا يهمني في شيء نتبعو الحمام ولا نتبعو الصالون. علاش؟ باش نسرق له شي حاجه، باش نسرق له الادله. اش غندير بالادله ديالو اللي ما اش غندير بشي ادله اصلا ما كايناش، حنا عارفينها ما كايناش، اش غندير بها؟ كنقول للرجال كاين جوج انواع النساء في هذا العالم، احسنوا الاختيار باش تستمر العلاقة الزوجية ديالكم وتكون ناجحة وتعيش في مخك هاني ودماغك.